هي عمي قدور، انا لما جيت الميدان الملاكمه كان دائما الصوره، يعني الصوره اللي كان هو كان يعني في طاقم التدريب على مستوى الفرق الوطنيه، وانا كنت نشوف يعني العلاقه دائما الشيء اللي نعرفوا عليه علاقته مع الملاكمين، كيفاش كان يتعامل معاهم، كيفاش تعامل معايا انا، كيفاش شجعني من الناس يعني من اللي شجعوني، ومن هذا المنبر نحييه تحيه كبيره عمي قدور. ان شاء الله ربي يطول في عمرك ويخليك لينا ان شاء الله. ما لا بقي معنا لانه زميل عبد الحفيد شايب زهر عبد الدكتور عليان هو رمز للملاكمه في الجزائر وحتى على المستوى الدولي، تقدم وتقرب منه واعد لنا هذه الورقه وصوره المكبره على عمي قدور عليان. مدينه بوفاليك عاصمه البرتغال والزلابيه والخيرات، المدينة الحضرية التي أنجبت الرياضيين الكبار ومنهم عمي عليان قدور الرياضي الجزائري الأول الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب وأهدى الذهب للجزائر في ألعاب برازافيل الإفريقية 65، وهي أول ميدالية لوطننا الحبيب ورفرفت الراية الوطنية في سماء برازافيل. مثل الاعلام الجزائري، ومن بعد هو وير البوكس بوالور اللي راح لفرنسا بوكس في وقت فرنسا وجا في الجزائر وحياته كاع عقبها في السبور، ومازال ضروري انا حبست هو مازال في السبور ضروري ما مازال تهضروا على البوكس. البوكس عندنا جمعيه رياضيه كريناها غير في 2013 هذه، كي نحصلوا في الكره عدسه كذا نجيو لعمي قدور هو يدبر علينا تمام. والحمد لله النصائح تاعو استفادوا به، وانسان رغم المار تاعو راكم تشوفوا فيه كذا مازال يخدم واقف مع ولاده ومازال يدعم حتى في الملاكمه الحمد لله. اي ملاكم ولا اي فوتبالور ولا اي باسكيتور في هذاك الوقت المهنه اللي ديرها لازم تبروفي بها باللي انت جزائري وعندك اعلام وتدافع على بلادك. سي انا نجم نمثلها هذو لي زونسيان قبل ما 62 ومور 62 ننجم نقول هذو هما المجاهدين تاع الرياضه. هذه الصور من الارشيف تستحق مجلدا او كتابا يروي قصه رياضي كبير تعلق قلبه بالجزائر ودافع عن الوان العلم الوطني في اكبر المحافل الدوليه كملاكم ثم كمدرب، ونال مع المنتخب الوطني عدة ميداليات على كل المستويات العربية القارية والعالمية. رزانا عمل عزة، وهو الذي كان وما زال محبوبا لدى كل الجزائريين وإلى الأبد. حاجة اللي تبكيك سورتو في الخارج يعني هذه تعطيك غيرة تاع وطنية، الاعلام تاع الوطنيه هي تبدا كلش بالاعلام. اذا ما كانش عندك وطنيه ما عندكش حتى خشوع على الحاجه هذيك اللي جبتها. هذا كاع هذاك واش كنا نديرو على الاعلام، ذاك الاعلام هو اللي طبعنا على ذاك الشيء باش ترفد الاعلام وتجيب لي ميداي والعالم يصفق عليك وكاع، يعني راهي تدخل يعني في الضمير تاع الانسان. حاضر في أي مناسبة تتعلق بالفن النبيل أو رياضات أخرى، يشجع الشباب، وضع قاعة للملاكمة لأبناء منطقة بوفاليك دون مقابل. كنت مع عمي قدور نخرجوا في ليكيب ناسيونال، كنا الجو افريكان تاع برازافيل 65، وتبعته في الكومبا فينال لور تما، وعرفت كيف هي بريباراسيون.